كاس افضل لاعب الموسم الثاني لعبقرة الجامعات ومباراة جميلة جدا. ودلوقتي مع اصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ضربات الجزاء المرة دي ب 15 نقطة بس. 15 نقطة للي هيحصل على هدفين. هنشوف أول واحد معايا مين؟ أحمد عاطف عبقرينو. اتفضل يا عبقرينو. أحمد عاطف من سوهاج. ومعاه مين؟ نورين خالد من اسكندرية. أحمد عاطف ونورين، نورين وأحمد عاطف. ازيك يا نورين؟ الحمد لله. هدفين ب 15 نقطة. معاكي كام نقطة؟ 20. تمام. وأنت يا أحمد؟ 20 برضه. متعادلين. هنشوف. هنخلط الورق ونشوف الهدف الأول موضوعه إيه؟ تاريخ. والسؤال هو: ما هي جنسية محمد علي باشا؟ تركي. 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 إجابة خاطئة. أحمد عاطف، في إجابة؟ ألباني. ألباني. الهدف الأول هدف بلا مقابل، يعني نورين تتعادل يا أحمد عاطف يرجع ب 15 نقطة. تاريخ تاني. والسؤال هو: في عهد من تم افتتاح كوبري قصر النيل؟ خديوي اسماعيل. خديوي اسماعيل الهدف الثاني. 15 نقطة لأحمد عاطف. برافو عليك يا أحمد. هارد لك يا نورين. أحمد عاطف بقى 35 نقطة. تمام. الاثنين اللي معايا بعد كده هيبقوا روان إدريس ومعاها اسلام النواهي. زمايل، تحس ان قلبها حس كده وهتروح ناحيه تانيه على طول. تمام. هدفين ب 15 نقطه. هنشوف رياضه. والسؤال هو: ما هي جنسيه لاعبه التنس ماريا شاراپوفا؟ روسيه. روسية. الهدف الأول. ماريا شاراپوفا فعلا روسية. أول هدف لإسلام. هنشوف يا الهدف الثاني لإسلام يا روان تتعادل. قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 35 في 12 زائد 78 على 2 يساوي كام؟ إجابتك 459. الهدف الثاني. ما شاء الله 459. برافو عليك يا اسلام، بصراحة فاجئتني بإجابتك ما شاء الله. وبكده اسلام النواهي 45 وتقدم على الكل. هنشوف دلوقتي محمد رفعت. اتفضل يا محمد. واحمد عبد اللطيف. اتفضل يا احمد. تاني. مش معقول موعودين ببعض انتوا الاثنين. يلا تمام. روح رياضيه جميله جدا. هدفين ب 15 نقطه ومهمين جدا لرفعت واكيد مهمين لاحمد عبد اللطيف. هنشوف معلومات عامه. والسؤال هو: في أي دولة عربية ولد الرئيس محمد نجيب؟ السودان. يا ولد إجابة صحيحة. برافو عليك يا رفعت. السودان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا رفعت. معلومة لعلمك، معلومة كانت أنا في رأيي صعبة، يعني ناس تتوقع أنه اتولد في مصر. السودان أم سودانية كمان. والدته السودانية. صح. برافو عليك. هدف من مقابل محمد رفعت واحمد عبد اللطيف في موقف صعب جدا. هنشوف
فنون. والسؤال هو من هي الفنانة التي قامت بدور الدكتورة وفاء في فيلم 55 إسعاف؟ غادة عادل. غادة عادل الهدف الثاني. برافو عليك يا رفعت، 15 نقطة، رفعت 45 وتعادل مع إسلام النوين. آخر اتنين طبعا مش لازم نفتح كور، سالم ممدوح ومحمود كرم، وال15 نقطة دول مهمين جدا. يا سالم يرجع ويبقى معاه 25 تمام، أو محمود 55 55 ويتقدم على الكل. هنشوف علوم. والسؤال هو ما هو الرمز الكيميائي العنصر الروبيديوم؟ أربي آر بي. محمود الهدف الأول. أربي الهدف الأول لمحمود كرم، والموقف دلوقتي يا سالم اتأزم، يا تتعادل يا محمود كرم يهرب ب 15 نقطة. جاهز يا محمود؟ إن شاء الله. رياضة. والسؤال هو من هو اللاعب الحاصل على لقب هداف كأس العالم 2014 بالبرازيل؟ 2014؟ ماريو جوزا. ماريو جوزا خمس روتريغيس. الو كوسال بازر. خمس روتريغيس. رودريغيز. إجابة صحيحة. رودريغيز الإجابة صحيحة. برافو عليك يا سالم، كده هدف مقابل هدف. خلي بالك انت بتعمل حاجة غلط. لا مش الله الاسم على حتى عبست جاب ست هدف. مش هينفع تدوس على البازر واستنى. دوس على البازر يبقى عندك إجابة. والله بس هو الاسم لسه بقى ما أوه. ينفعش ست. انا عارف ان هو احر ست هدف كمان. ما ينفعش هدف مقابل هدف. هنشوف الهدف اللي جاي ب 15 نقطة هيروح لمين. جغرافيا. والسؤال هو في أي دولة عربية تقع مدينة الزرقاء؟ العراق. العراق. غلط غلط. إجابة خاطئة. على مهلك. إجابة مدينة الزرقاء ونهر الزرقاء في الأردن. الأردن الهدف الثاني. الأردن الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا سالم، وبكده سالم بقى 25 نقطة ووقف مسيرة محمود كرم. النتيجة سالم ممدوح 25، محمد رفعت 45، نورين خالد 20، أحمد عبد اللطيف لسه ما فيش نقط، إسلام النويهي 45، روان إدريس 10، أحمد عاطف 35، ومحمود كرم 40. كالعادة مباراة قوية وجميلة جدا، والإجابات موجودة عند الثمانية. تاني مرة برضه أواجه محمد رفعت، طبعا سريع وذكي وعنده معلومات، فخطف السؤال الأول لأنك تعرف. منافسة صعبة والأسئلة صعبة، واللي بيخطف البازر بيخطف النقط. أنا كنت عارفة إن محمد علي ألباني، بس أنا مش عارفة ليه أول ما دوس رحت قايلة تركي، وبعدين لو كنت جبت الهدف ده كان ممكن عرفت أجيب الهدف التاني وأكمل. فعلا صعب التنبؤ بماتش زي ده. سؤالين سرعة البديهة فرقوا معايا جدا، إن هم رجعوني تاني في الماتش. هدفين ضربات الجزاء اللي أنا جاوبتهم كنت واثق فيهم زي اسمي يعني، بس هو ما بيخليش السؤال أصلا يكمل أو يتقال ويجي ديس على طول. الحمد لله السؤالين كانوا سهلين فقدرت أجاوبهم. طبعا الطالب اللي بيحصل على اكتر نقط في البطوله بيبقى العين كلها عليه ان هو ممكن يخطف لقب افضل لاعب، فعشان كده فرقتي متوقعه ان شاء الله ان انا ممكن اخطف لقب. حاجه الحظ هتودينا فين ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب للموسم الثاني لعباقره الجامعات. ودلوقتي مع اخر فقره واللي هتحدد مين بطل كاس العباقره وافضل لاعب للموسم الثاني لعباقره الجامعات، فقره عجله الحظ. عجلة الحظ. عجلة الحظ أربع أسئلة بتمانين نقطة، كل سؤال بعشرين نقطة، وأول حد هيلف عجلة الحظ هنشوف مين.
أستاذة حكمة عبد المنعم. تفضل يا فندم. أستاذة حكمة، وهنشوف السؤال الأول موضوعه إيه. لفة كاملة يا أستاذة حكمة. أشكرك. تفضل يا فندم. علوم. تمام، سؤال في العلوم. هيبقى عندنا ثلاث فرص، الفرصة الأولى بعشرين نقطة، الفرصة الثانية بعشرين نقطة، الفرصة الثالثة يا بزايد عشرين يا بناقص عشر. تمام؟ علوم. والسؤال هو: ما هو العدد الذري لعنصر النيكل؟ محمود إجابتك. 25. 25 إجابة خاطئة. محمود كرم خرج بره. سبعة يستعدوا للفرصة الثانية. أحمد عاطف إجابتك. 26. 26. 26 إجابة خاطئة. طبعاً أنا حاسس إن في إجابة عند رفعت وفي إجابة عند إسلام النويه، وهياخدوا الريسك لو الإجابة غلط بناقص عشر نقط. جاهزين؟ جاهز؟ فرصة تالتة رفعت. 28. 28 خطفت البازر. إجابة صحيحة. 28 الإجابة صحيحة. برافو عليك يا رفعت. وكده رفعت بقى 65 وتقدم على الجميع. عشان إسلام. تمام، هارد لك يا إسلام. هارد لك، هارد لك فعلا. دلوقتي عندنا السؤال الثاني، استاذ ممدوح حسن. هنشوف، تفضل يا فندم، هنشوف السؤال الثاني موضوعه ايه. لفه كامله يا استاذ ممدوح. اشكرك. تفضل يا استاذ ممدوح. اشكرك. رياضه. سؤال في الرياضه. رياضه. والسؤال هو: ما هو المنتخب الأكثر تتويجاً لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات؟ إجابتك. للسيدات. ألف لا بأس يا رفعت. أيوة للسيدات. إجابتك حالاً. في أفريقيا. أيوة في أفريقيا. الكاميرون. الكاميرون إجابة خاطئة. الفرصة الثانية. جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا إجابة خاطئة. عايز أعرف مين اللي عنده إجابة هياخد ريسك من دلوقتي. إيه ده؟ كلكم استسلمتوا؟ تمام، بما إن محدش عنده إجابة فمش لازم أقول الفرصة الثالثة، بس واضح إن محمد مهدي قاعد في الجمهور ومع الإجابة. مهدي، إزيك يا مهدي؟ زهرك مثل عصام. والله وحشني بإجاباتك الجميلة. تعرف لو غلط يا مهدي؟ تعرف لو غلط؟ ربنا يستر إن شاء الله. تخميناتي في الرياضة بترشق يعني. بترشق. حلوة دي. إجابتك. نيجيريا. نيجيريا. شفت بقى يا مهدي؟ نيجيريا إجابة صحيحة. برافو عليك يا مهدي. دي معلومة نفوها المعلومات. تمام، السؤال الثالث، هنشوف السؤال الثالث لمين. أستاذة ناهد رشاد، تفضلي. لفة كاملة يا أستاذة ناهد، وهنشوف السؤال الثالث موضوعه إيه. أدب. سؤال في الأدب بعشرين نقطة. أدب. والسؤال هو: من هو مؤلف كتاب العمر لحظة؟ سالم. العمر لحظة يوسف السباعي. انت بتسألني يا سالم؟ هي كانت عندي بس طارت. طارت. سالم، يوسف السباعي ما طارتش. إجابة صحيحة. برافو عليك يا سالم. يوسف السباعي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة: سالم ممدوح 45، محمد رفعت 65، نورين خالد 20، أحمد عبد اللطيف ما عندوش نقط،
اسلام النويهي 45، روان 10، احمد عاطف 35، محمود كرم 40. يعني المنافسه انحصرت ما بين سالم ممدوح 45، محمد رفعت 65، واسلام النويهي 45. يعني ممكن اسلام وسالم يتعادلوا مع محمد رفعت ويلعبوا على الهدف الذهبي. هنشوف اخر سؤال. استاذ محمود عبد الله. استاذ محمود اتفضل يا فندم. هنشوف استاذ محمود عبد الله والسؤال الاخير موضوعه ايه. جغرافيا وتاريخ. تمام، سؤال في الجغرافيا او التاريخ. انا مش عارف الحقيقه انتوا هتتصرفوا ازاي في السؤال ده، بس لو اي حد جاوب صح غير الثلاثه اللي انا قلت اسمهم يبقى رفعت كسب الكاس. هنشوف تاريخ، والسؤال هو: من الذي قام ببناء قصر المنتزه؟ رفعت اجابتك. ملك فاروق. الملك فاروق اجابه خاطئه. رفعت خرج بره. دلوقتي يا رفعت في فرصه لسالم واسلام انهم يتعادلوا. هنشوف الفرصه الثانيه. اسلام. الملك فؤاد الاول. الملك فؤاد الاول. الملك فؤاد الأول إجابة خاطئة. أعتقد يا سالم إن أنت ما عندكش مشكلة في إنك تخسر 10 نقط مقابل إنك تتعادل. ما تقللش سكورك. رفعت بيضحك عليك، ها، بيقول لك ما تقللش سكورك. ال 10 نقط دول هيفرقوا في تطوير الكرة. أنا خايف. دلوقتي بقيت مهتم بتطوير الكرة. ماشي يا رفعت. ماشي يا رفعت. احنا رحنا بني سويف بلده. ايوه صح، احنا رحنا بني سويف فعلا. دلوقتي يا سالم الكرة في ملعبك. سؤال مش سهل. جاهز يا سالم؟ جاهز. ما حدش هيجاوب غيرك، انا بقول لك ان ما حدش هيجاوب غيرك. سالم الفرصة الثالثة. الحملة الفرنسية. بص بص، شفت رفعت عمل ازاي؟ شفت. سالم الحملة الفرنسية إجابة مضحكة. ألف مبروك محمد رفعت، حصلت على كأس أفضل لاعب للموسم الثاني على بقالة الجامعات، يحصل عليه محمد رفعت تاني. ما شاء الله عليك. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 250 نقطة، وكل نقطة ب 25,000 جنيه، بما يساوي 6,250,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 43,775,000 جنيه من البنك الأهلي المصري لتطوير الكرة المصرية. ألف مبروك محمد رفعت، حصلت على كأس أفضل لاعب للموسم الثاني، وإلى اللقاء مع آخر حلقة في الموسم الثاني لعبقرة الجامعات والمباراة النهائية والعباقرة. هو كل حاجه يعني اسمه ونصيب، وانا كنت مبسوط ان انا اشتركت النهارده. ده شرف عظيم لاي حد ان هو يشترك في ماتش افضل لاعب. فرحان جدا جدا، يعني فرحتي مضاعفه عن السنه اللي فاتت. لو هدي الكاس ده لحد فهو في المقام الاول لاسرتي ولفريقي وبشكل عام لطلبه جامعه كفر الشيخ واهل المحافظه. طبعا كنت فخور ان انا بنافس على لقب افضل لاعب، وادائي في الماتش كان كويس جدا، وهو كان آخر سؤال.